ثلاثية بعد رومونتادا أهلوية. شوط ثاني الأهلي يصول ويجول ويبدع ويمتع ويحاول تأخره في الشوط الأول إلى ثلاثية في الشوط الثاني. هدف النادي الأهلي الأول افتتحه علي نادر من ركنية من ميدو نبيل ليسجل أول أهداف النادي الأهلي في الدقيقة 55 في الشوط الثاني، ويضيف الهدف الثاني من عرضية محمد وائل المهاجم المتألق سمير محمد في الدقيقة 71، ويختتم ثلاثية النادي الأهلي المدافع إبراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 77 من ركنية من أحمد أشرف ليفوز النادي الأهلي بعد تأخره في الشوط الأول إلى ثلاثية وريمونتادا رائعة من شباب النادي الأهلي، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف لشباب النادي الأهلي. ألف مبروك